وسط تفاؤل حذر بأن يكون المؤتمر بداية لإنهاء الصراع الدامي في اليمن، خاصة وأنه ينعقد في الكويت التي تجد قبولاً من كافة الأطراف، والتي نجح أميرها بحنكته وخبرته السياسية في المساهمة بإنهاء نزاعات عربية مستعصية. نتمنى إن شاء الله أي شيء برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، نتمنى إن شاء الله أن تنتهي إلى نتائج إيجابية. سياسة الدفع نحو السلم ورفض العنف والتطرف يمكنان الكويت برأي الكثيرين من أن تكون الحاضنة الأمثل لعقد المؤتمر بحسب البعض، ويرى آخرون أن مؤشرات إيجابية تعزز من فرص نجاح المفاوضات التي يعتبرونها الخيار الأفضل للوصول إلى تسوية مرضية. لابد أن الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار المباشر بين الأطراف اليمنية المعنية بكذلك يعني دعم من دول مجلس التعاون حتى نخرج من هذه القضية. ويأمل الكثيرون هنا أن تلعب إيران التي أرسلت مبعوثيها للكويت لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج أن تقرن أقوالها بأفعال على الأرض، ليكون موضوع اليمن الاختبار الحقيقي الأول لهذه السياسة. عليها أن تقبل بأن الاستقرار المنطقة وهدوء المنطقة هو سيرجع بالنهاية بالفائدة وبالخير على أبناء هذه المنطقة، خصوصا أن احنا اليوم نشكل جزء كبير من إنتاج النفط للعالم، وبالتالي انخفاض أسعار النفط إضراره على اقتصادنا، اقتصاد الدول، اقتصاد الشعوب، هذه كلها بسبب هذه التوترات وبسبب هذه التصعيدات وبسبب هذا القلق. الكل هنا يأمل أن يكون مؤتمر الكويت نهاية الصراع المسلح في اليمن وبداية لعملية سياسية شاملة تشارك فيها اليمنيون لبناء بلد مستقر آمن ومزدهر. سعد العنزي، سكاي نيوز عربية، الكويت.